والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله. بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الورد والفل والياسمين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. مانيش عارفة عليش الصوت، كي سجلت ما طلع عليش الصوت، رغم هكا حبيت نعديكم شوية زقزقة العصافير. أما بعد تو تسمعوا الصوت والخرجة نتاعي اليوم، باش خرجكم معايا هنا الصباح بكري هكاك مع حكاية 7:30-8 شدتني ماشية للمرشي باش نقضي قضيات، باش نعيشكم معانا نهارنا فطور الصباح جونا كالعادة. نشارككم المناظر المزيانة اليوم، عندي ما نقول، عندي ما نتكلم وعندي ما نحكي، ديما أنا عندي ما نقول وديما عندي ما نحكي. وأول حاجة باش نبدأ بها نقول ما رضا الله إلا برضا الوالدين. ليامات الظما راهم ايامات بهين برشا، وكل واحدة فينا هكا تتمنى انها تبدا بحذا عائلتها، تبدا بحذا احبابها، تبدا بحذا ناسها. ومثالش حتى كي نطيحوا شويه، خاطر تجيني مساجات سالش راهو ما فماش عائله ما فيهاش مشاكل، ما فماش عائله متفاهمين 100%، ولكن محبه وصله الرحم هي اللي تخليك ديما تتنازل، واللي ديما تخليك تتغاضى على اي حاجه هكا تشوفها ما تعجبكش. راهي والله دنيا فاني، وما دايم الحد وما دايم حال، وكلنا ماشيين كلنا ضيوف وكلنا في امتحان وفي اختبار مع العالي، مع ربي سبحانه. كي حطنا في هالدنيا دي حطنا باش يشوف فعلنا، باش يحاسبنا على قد نيتنا وعلى قد افعالنا، اللي هذيك هي اللي باش تدوم منا، وان شاء الله ربي يكتب لنا كان الخير. وهيا قبل فطور الصباح باش نبدو جولتنا، باش نمشو للسوق. اليوم قايمة بكري وماشي، نحب ناخذ اليوم الهندي، الهندي اللي يما تحبه. ونحب نحيي صديقة من صفاقس، خاطر قلت لكم راني نقرا في لي كومونتير، ما ديزولي ما نجمش نجاوب توا كيما حكيت لكم على ظرف الانترنت والكل، اما ان شاء الله كي نروح راني قاعده نتفاعل مع لي كومونتير. قالت لي فاتن راني انا صفاقسيه، تحيه لصفاقس وناس صفاقس، تحيه لكل شبير فيك يا بلادي، يا بلادي العزيزه. وعندي ما نقول على بلادي اليوم، على تونس الغاليه اللي كل شبير فيها هو كنز، هي خيرات من عند ربي، ما عطانا حد، أنا ربي سبحانه. هالمناظر وهالنخل وهالبحر وهالجبولات وهالخيرات هذه كل بغلتها بنسيمها بالشهيلي بالريح بالعجاج بغبرتها بنسمتها بهواها السمع، تونس العزيزة الغالية. حاجة بركة مطلوب منا نحب بلادنا ونخدموها بصفا ونية، خاطر كي تخدموها باش خلوها لجيال بعدكم، راهي هذيك هي الفايدة. عنا أجواء سيدي بوسعيد، شفتوا البنات ها ما شاء الله، قلت لكم أجواء سيدي بوسعيد عنا، ونخل زاد نتاع طوزر عنا. توا البنات خارجين ساحة الفنون، من هنا باش نمشوا للسوق، هذيا جاب ربي ديما في الطويل دار أمي. نعرف اللي برشا نبارة وبرشا باش ينتقدوا، يقول لك فاتن شنو هو الحديث اللي تحكي فيه وتحبي تعطيه للبلاد، ويا اخي البلاد شنو عطتنا، ويا اخي راني انا بيدي متخرجة، ولولا هاليوتيوب هذا اللي عنده فضل كبير عليا، عندي برشا ما نعطي وما نقدم وما كذا، ولكن نعتبرها هذه فرصة. ولو انه نعرف اللي برشا ما يحبوش الحديث، برشا ما يحبوش الحديث برشا، ولكن الواحد عنده طاقة كبيرة وعنده تقولي بنجارتي علاش انت ماكش معلمة، راه كيما تقرينا انستي انت تقريني تعلميني تعطيني الدير مارك كيما تعطيهم لي انيسة. الحسيلو نحب نقول لكم اللي راو كل واحد من بلاصته ومن بعزيمته بقدرته على انه يعمل حاجه جديده، على انه يفيد، لانه ربي خلقنا في الدنيا دي باش نثابر وباش نخدمه وباش نجتهدوا. راهو كان سواها كما تقول جديتي راهو خلاها، يعني هذايا السوق المركزيه وصلنا هنا، راهو ماناش كنا باش نطلعوا طبه ولا كنا باش نطلعوا مهندسين ولا كنا، اما حب اللي تعمل فيه
كي تحب اللي تعمل فيه تنور الدنيا من حواليك. المصري ما لقيتش كلمه قلت من حواليك. فاعملوا الحاجات معناتها راهو لازم يكون الززار ولازم يكون الفلاح ولازم يكون الخضر ولازم يكون العامل اليومي ولازم تكون مراه ربه البيت كيما تكون مثقفه وكيما تكون قاريه تكون هي اللي تربي الاجيال. راهو هذيك هي الدنيا يعني نعرف جهدها هذيك الامكانيات وبرشا باش نحكي في حاجه يقولك البلاد تقدها رجالها. فكان تقدت راهي بناسها هي اللي تخدمها وكان صار العكس راهو من ناسها. وصلت للهندي صاحي اعطيني صل باهي عاد عايش ولدي شوف لي واحد باهي بابا هي مضروبه كعبة باهي زيدها عاد نحيتها زيدها هيا عاد شنو باش تبدا صعيب من الصغرى هكاك عايش ولدي ينورك انا زادك شادك عباد ينورك هاني هزيت شكرا هندي ربي يبارك لهم خذوا بخاطري ياخذوا بخاطرك ايش فيك ايش فيك عايش انا ديما من ضربه لك خبز كوشة تاع باب الحارة باب الحارة قولوا ما هو الخبز الرسمي مش هو اي خبز باب الحارة بطبيعة صار انتم هما يمشي معاكم في الهندي هما اللي عندهم باب الحارة هاي يا سيدي انتم يشرب من عندكم في الهندي عندكم باب الحارة وهنا تعدينا للعنب باش ناخذوا العنب بالحصيل ومن بعد باش نمشوا بحدا عم محمد انا رزوق مع شبيب ها رزوق طايح تو ان شاء الله نهارك اسعد لي نهارك اسعد والله بنوته يا بنوته لاباس هاني جيت ديريكت وحليتك الكاميرا قالوا لي محليه هاك الراجل وما طيبه اي بنتي السمحه تمشي ها باش نهز خبز يلا نقز يلي البني خل نهز يلا يا البني البارح بعثت لك يمه امس جاتك اي ما عنديش الخبز امس ما يخدمش ايه. وليت مشيت لشعبان غادي ينورك قلت له لقاش عندك خبزتين يزيني خبزتين كالعاده لا يقطع لنا عاد هيا باب بنوته يا بنوته يا هيا باب هاي دينار والله شيء والله شيء والله شيء والله لا والله ايه ينورك باب عايش انا ما عندكش خلي تو نحط في ساشيتي الكبيره خلي باش على الاقل تلقى باش تحط هز انت برا هز انت بابا ما يسالش والدينا والديك نعمل ايش خلاص ينورك يا بابا انا جايبة قضيتي وجاي ما لقيتش الكرموز قاع عندك وان شاء الله نهارك زين يا بابا باه نسلم عليك مرت وحيد نجوى يسلمك ويسلم قلت يسلم لي عليها يسلمك ويسلم هي ورجلها يسلمك ويسلم وبنتها والطفل انتصار يسلمك ويسلمهم هما راهم مسلمين عليك يسلمك ويسلمهم ينورك يا بابا عايشك ان شاء الله نهارك زين يا بابا يا بنوتة بابا عايشك يا بابا ثم السعيدة الذهبي يسلم عليك يسلمك ويسلمها عايشك ربي يسلمكم الناس الكل ربي يبارك لكم الناس الكل جماعة متلوي وخياني بلادي وناسي مش كلمة متلوي كل شبر فيك يا تونس أما بالخصوص الناس المتلوي اللي تبعت لي في سلام واللي تشوفني في الشارع تعيط لي وتنادي لي يا فاتن يا فاتن محلاها محبة الناس نعمة ربي يدومها ويحفظها من الزوال كيما كل النعم هنا البنات هذيا البلدية نتاعنا حسيلو حبيت نحكي شوية على بلادنا حبيت نحكي شوية على اللي راني أنا سافرت وشفت ونعرف ربي يعطي صحة الغربة الكل متغربين هما يعرفوا هما يعرفوا قيمة البلاد ويعرفوا شنو تونس كنا نحبوها كنا نحبوا نشوفوها في أعلى المراتب وكنا نحبوا نشوف روحنا من أحسن معناتها البلايس في العالم باش بالخدمة بالاجتهاد بأنك تغير بيدك أنك تشوف حاجة غلطة تتكلم عليها وتصلحها مش معناتها رو الحياة وردية وهذا ينجح من السلوك الحضاري للمواطن هذا نحب أنت قد الدريس شنعملوا يا غرط اليوم فطور سوريا امشي اعملكم يوم عجه طياره وانا شاهي حاجه شاهي الشاميه حبه ساعه فطور الشاميه شربت كيش تخرج كاس حليب وما شربت قهوه وقعدنا نستنى في بعضنا نعمل يوم كسكوت قدو شاميه باش نحط الطاولة نقعدو نفطرو باش نعملو قعدة العربي يلا الله يقطع لنا عادة خذيت الخبز صديقاتي خبز
خبزك دور. خبز طريق. خليني نحط السكينة ذي. هذا عم محمد قالي اجري اجري بنتي راهو يوفى في عزي خبزاتك الساعة. هزي خبزاتك الأول. ولد هزيت من عنده الخبزات وما حبش ياخذ حقهم، حطيت له حقهم. قلت له والله ما صار هو ما يجي. إز ياك هاو كان صاحبك عسل ما تلحسوش الكل. المهم هنا ها هو يتقرمش يتقرميش. شو نحط نفطر ده. هاي بنات شو نفطر أنا وماما. إيه محلاها قاعدة ومحلاها تربية ومخطنتة وبالكلوار محلول. لو بعده هنا نحسه هيك بالبرود. ماما ما زلتي؟ هاي بسم الله. ياه هي صحيح اما تقعدي برن وتوكي برن. وركيبي وركيبي لا الحمد لله يا ربي رغم كل شيء. واش باش نعمل هذاك اهو. هاي سيدي سيدي انا شنو نحب خلنا نقعد الساعة هكا زعما نتربع من قبلكم تربيعة. يا ربي هذه تربيعتنا. اوف عندي برشا ما تربعتش. عندي برشا ما تربعتش وما قعدتش. مش عندي شيء. موجود يوم هذا هو. جيب طاسة نجيب طاسة نتاعك نسيت كان في الطاس. يوم تحب تشرب كان في الطاس. وكل جيجوز عرفتهم كتير صاروا جيجوز. والشامية. اللي خلنا نعمل كسكروت بالشامية جدا. تعال عروسات راني كي مشيت لرديف في خالتي. الصباح تعملنا كي كتجبدنا الشامية والسطول الكبار. والزبدة والبيعات هذيك قلت لهم والله شهيتوني في نتاع العروسات. يحكي مشينا نطلع يوم ما شربت الشامية. قلت له يوم لازم نهار نعمل كسكرة الشامية نتاع العروسات. يوم هاي تعبي في النار الجلاسيات. لا يدخل لي الجلاسيات البرا انا غالبا تعبي في من الدبوس. هذا خبزي المفضل نتاع الهريسة. مشيت اليوم اما خذيت الخبز وفضلت فطور غير. ما نبدو شوية هكا باش ما نفدوش من حاجة نخرجو من الروتين. هادي الشامية. ها الشامية جربو كسكرة شامية وزبدة. غير انا مانيش باش نعمل زبدة نعمل كان شامية تو. هاي ماما نعمل كسكرة شامية. ماما ما تحبش الحلو ما فهمتش علاش خايفة على ريحتها الملحي. هيا يما كولي قولي وسمني ماما. هاي حطي ديك الزوز القدام. هاتي جي الطاس وقعدي حطي. هاي هاي قاعدة بيه مرة دي. مدي رجليك ومدي الركبة الأخرى. حطي كيك. هاك عيب يا خورتي قوتة ها هاي. عملت بعدين كسكروت قوتة. لا يزي لا يزي. شفت حبش زبت تقولي لا نبدأ نحن نقول لا يزيد يزيد يزيد. أنا لو أي حد بعدين نقول لي زيد كو زيد كو زيد كو. هنا نحطو الشامية. هذه أنا خبز هذا يبني ياسر. قولي عليه. نقيش عند هذاك؟ عند عم محمد. اي بنتي اللي هزي هزي قبل ما يوفى بالحق. يما هو هبط الخبز راني انا وصلتنا قال مش حاله مش معناتها ما مش فارش دبش. انا مشيت شريت الهندي والعنب ورجع وتعديت من غاديك يا اخي نلقاه هو حال. مشيت لعلاء قلت له يما بعثتني ليك قالت لي بري العلاء شري من عندي. قال لي ما عندي اقل فن عندي كان الدلاع والبطيخ. باهي الشامية فيها. خل نزيدك زبدة. كولي زبدة مع الشامية. هاتي شوية زبدة. زبدة وشامية. ها هاو قالك اوميغا 3. قالو اوميغا 3. والله تعرفوا انا الشامية الزبدة باش تعجبني يومي. ود كل شهيك. ها؟ معجون؟ لا لا، أي عبد الحميد يعملها زبدة ومعجون الصباح، وإلا يعمل ما يفطرش الصباح بكري يبدا مثلا نهار الأحد،
يشرب قهوة هالفجر وبعدين في الصباح كي يشتي باش يعمل زبدة وش معجون. أنا يعمل قبل زبدة وهريسة وإلا زبدة وأنا نحب زبدة وجنبون جبنينة الزبدة وجنبون ولا زبدة وهريسة. أنت استغربت أو الجيجوس أيوة هاو طاس الجيجوس شفتوا طاس الجيجوس البنين ايش قلكم في قعدتنا مرحبا بكم بسم الله. القرمش الخبز تبن يوم نمشي وهج 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 8 تاع الصباح وقتاش باش تخرج؟ أنا فقت السبعة قدرجين نقاح ما تخلق للصالة نقدنا في الحوش نقد قمت نقا روحي عارقة في الحوش جبة علش وانت في النوصل الجبة مبلولة جبة نغسلها نلبسها نغسلها نحن 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 كل صباح كنا نحي ونخلع ونحي الروقة ما سمسه ما نلبس حاجة أخرى زيدة كيف كيف حتى في الجبة صراحة سقانة طيب احنا مسلسين في قوة تبرد الدنيا شوي ديما تصير السحاب يصير صبان المطر السماء اللي فما السحاب ولا صبان المطر ما قلتش من ابراهيم مثلا من تونس عاملين الريدو على قلعة الدبان وراهم كيف قاعد داخل وش قلتي ماما؟ قلت كان قلت كان جل ابراهيم من تونس صبت فريات المطر مني من السبعة نتاع الصباح ما لي ساعة ولا شيء الله يرحمه مع بابا يقول تحكي لي ياتي مرة رقد جينات جينا مع روحي وقتها يمه بابا كان يجيب حذية عدو بحذية رمضان كل عام تذكر يم مش عارف عليهم في رمضان لازم بحذية ما يبدو شعر الله يرحمه هو وجميع خاتي وقتاش يجينا الشتاء حبوش الشتاء اضبط ما تقولوا من البرد من البرد يوم ما عطيكش البرد راهي في الشتاء ما تحبهاش البرد هاني كنت حتى الشتاء وحتى تو ما تقلقش بحدها في بالكم ما راح ترقد بحدها في نرقد انا بعد المروحة هي ما ترقدش بحدها ترقدش بحدها المروحة الدنيا سهبة نشوف فيها من هنا شوفي يوم سهبة خالصة ريتي حاجة حتى في مارس كي جيت المرة الأخرى هكا كي جيت الناس في يلا في مي من وقتها هكا الدنيا بل أي مارس أبريل السنة رمضان جاي ما طب شوفوا نعمل العز نتاع ماما من بعد يعني من بعد مشروع شوفوا انتم احنا نعمل في العز مش قلتي